الو الله وبركاته. الو عبد الله. الو سامعك يا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا ومسهلا يا ابو علي. الله يبقيك طولي في عمرك يا ابو عنزي، وصبحك الله بالخير انت والشباب اللي معك. سعيد الظهور معك يا حبيبي. يا مرحبا والله ومسهلا. طالب سابقا والحين صديق واخ، عبد الله الشمراني من اميز الطلاب اللي كانوا صراحه عندي. طبعا طلابي كلهم متميزين، عبد الله من اميز الطلاب صراحه، خلقا وعلما ورجوله بعد كذلك. الله يطول عمرك. حيبك يا عبد الله، نقول مرحبا ومسهلا، وتشرفت انك تكون معي هذه الليله في مبادره يوم المعلم، وخير من يمثل زملائه اليوم انت يا عبد الله. حابين نسمع منك كلامك اللي عودتنا عليه، كلامك المثمر، كلامك المنير، كلامك الطيب بهذه المناسبه. وش حاب تقول المعلمك، وش حاب تقول لجميع المعلمين، وش حاب تقول بهذه المناسبة؟ تفضل عبد الله. أولا الله يصبحكم بالخير جميعا. شيء ثاني، أنا سعيد بسماع صوتك من زمان عنك يا حبيب أخوه، ومشتاقين لك، وأحسن الله يوفقك ويوفق الشباب اللي معك وياك إن شاء الله، ويكتب لكم ما في خير جميع يا رب يا كريم. اليوم هذا يوم مميز حقيقة، هو يوم الأشخاص الذين علمونا كيف نبدأ هذه الحياة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. أنا تشرفت شخصيا أنك كنت أحد معلميني، وإن كنت أكثر من كلمة معلم بالنسبة لي، أخ موجه ناصح قدوة، وفيما بعد تطورت العلاقة الحمد لله وأصبحنا أخوان، وحتى برا الإطار التعليمي كنت شخص مقرب جدا مني، وهذا شيء أنا أفخر فيه بقية عمري للأمانة. الشيء الثاني، يعني لا يخفى عليكم ان المجهودات المعلمين والمعلمات هي البذره اللي تبدا مع النشء من وهو صغير الى ان يكبر وثم يرى النور الى ان يبصر الحياه، ويساعدونا على تحقيق طموحاته وعلى تحقيق اماله. وكان لك ابو عنزي معي الاثر الكبير اشهد الله، وانت عارف الكلام هذا زين. الله يرضى عليك. في البدايه كنا طلاب جدد عندك، وانت كذلك اتيتنا جديد، وكنا يعني ها في المره الاولى ما كنا شوي متقبلين بعض، ولكن سبحان الله مع الوقت حبيناك كاخ قبل كلمه معلم. كنت موجه وناصح لنا بشكل كبير، الى درجه انه حتى برا الاطار التعليمي او برا المدرسه كنت اقرب شخص لنا. جزاك الله خير يا حبيبنا، اسال الله ان يجعلها في موازين حسناتك، في موازين حسنات جميع المعلمين والمعلمات الذين يصبون الى ان يرون طلابهم بأفضل صورة. وأنا متأكد أن ما فيه معلم أو معلمة إلا ويتمنى أن يتخرج هذا النشأ على يديه وأن يكون أفضل منه. والله يجزاك خير يا حبيبنا، الكلام يطول عنك، ولا ودي والله نزي أقول فيك شيء أنت تعرفه أصلا، وأنت أدرى بوجهة نظري فيك وبالمحبة وبالأخوة وبرأيي فيك. تعليميا كنت مؤثر بشكل كبير بالنسبة لي، وعلى الصعيد الاجتماعي حياتي الخاصة كان لك اثر كبير، والى الان والى الابد امر الله سبحانه وتعالى. الله لا يحرمنا منك، ويعطيكم الصحه والعافيه، وشاكر ومقدر جزيل الشكر والتقدير لكم، ولن اوفيك حقك ابو نزي، ولا يوفي الطالب دائما ابد حق معلمه والطالبه معلمتها وموجهيهم وناصحيهم. فجزاكم الله عنا خير يا ابو نزي. سمعنا تحيه لعبد الله. يا عبد الله، انا في يوم من الايام كنت اتشرف اني معلم لك، اليوم اتشرف اني اخ وصديق لك، يشهد الله. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، يشهد الله سبحانه وتعالى اني يعني اتلذذ بالوقفه امام الطالب، وبالتعب اللي يجيني، وبالرساله اللي اقدمها، لانها شرف عظيم ما يحس به الا اللي يعني الا المعلم نفسه. شرف الرساله شرف عظيم. اذا انت يعني اذا الشخص تعلم منك حرف أو تعلم من كلمة أو ردت خلفك جملة، هذا يعتبر إنجاز. تفرح للطالب زي ما تفرح لأخوك وزي ما تفرح لابنك. والله يا جماعة، ويشهد الله، إن في التعليم وفي تأدية الرسالة لذة ما يشعر بها إلا المعلم. يعني خذ الكلام هذا عن ظهر قلب، يشهد الله. شاكرين ومقدرين لك يا الله يحفظك، وبلغ تحياتي وسلامي للشباب جميعا، وفقكم الله يا حبيبي. شاكرين ومقدرين لك يا عبد الله، بيض الله وجهك، وسعدنا والله باتصالك، وتشرفت بوجودك معي في هذه المناسبه. ودعتك الله يا حبيبي، في امان الله. في امان الله.